واحد من الاسماء المحترمه جدا اللي بتشرف دايما بتواجدها معايا، الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن عادل صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ وحشنا والله. وانت كمان يا كابتن عادل، اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. المواجهه كبيره جدا ومواجهه مش سهله، لا علينا ولا على الجانب السعودي نادي الهلال، مواجهه أهلاوية هلالية مصرية سعودية، إن شاء الله تكون محترمة. رأيك إيه في هذه المواجهة؟ بص، عايز أقول لك يعني نادي الهلال نادي كبير والنادي الأهلي نادي كبير. أهم ما في الموضوع إن إحنا ضمننا برونزية لفرقة عربية، ده رقم واحد. عظيم. وأنا أتمناها الأهلي طبعًا. أكيد. إن شاء الله يعني. ولكن المباراة مش سهلة. فرقة الهلال فرقة محترمة، عندها لعيبة قوية جدا، عندها محترفين على أعلى مستوى، بيلعبوا بتكتيك عالي قوي. النهارده لعبوا ماتش عالي قوي قدام تشيلسي. صحيح. يعني تشيلسي ما كسبهمش بسهولة. صحيح. بالعكس، ده هم أفضل وقت كبير قوي. كان أفضل. وأضاعوا محمد كانو أضاع فرصة الأوكلاريا، أضاع فرصة التعادل أكتر من فرصة يعني. ولكن المباراة اللي جاية هتبقى مباراة حماسية عربية، هتبقى فيها ناحية فنية عالية قوي. وفرقة الهلال فرقة جاهزة، يمكن هم من السنة دي هم أقل شوية، بتكلم في الدوري أقل شوية عن الموسم اللي فات في الدوري، وترتيبهم الثالث، ولكن عندهم مباريات متبقية، ولكن هتبقى مباراة قوية وهتبقى مباراة حماسية إن شاء الله، وتبقى نضيفة تركوا اسم النادي الأهلي المصري والنادي الهلال السعودي. رأيك إيه في أداء النادي الأهلي في هذه البطولة؟ والله شوف، النادي الأهلي عمل إعجاز غير عادي. المباراة الأولى، انت تخيل يا كريم لما يكون عندك 12 لاعب غايب عنك واهم عناصر واعمدة الفريق، صح، وتكسب من تري المباراة الاولى باداء وبشكل جيد وبلاعبين ناقصين 12، فده انجاز كبير. النادي الاهلي لا يعرف المستحيل. كلمة الاهلي بمن حضر دي حقيقة. ولكن المباراة اللي بعديها برضو فضل الإيجاد مع اللاعبين، عملوا اللعيبه اللي جت من كاس افريقيا كان عندهم اجهاد. فالنادي الاهلي انا من وجهه نظري ادى اداء مميز جدا في البطوله دي. ان الناس ما كانش متوقع ان النادي الاهلي ممكن يحصد ينتقل للدور اللي بس بعده. عارف يا كابتن عادل، هو النادي الاهلي نفسه اللي رفع سقف طموحاتنا بعد ما فاز على مونتيري. يعني ما كانش حد متوقع ان الاهلي يكسب مونتيري بالغيابات دي كلها والظروف دي. لما عمل اداء جيد كمان قدام مونتيري، هو ما كسبش بس بهدف، هو عمل اداء جيد قدام مونتيري وضيع اكتر من هدف، خلانا نستنى مباراه بالميراس دي انه الاهلي هيعمل فيها مباراه كبيره جدا. مع النادي الاهلي المفترض انه بيلعب فرقه كبيره. بالميراس يا كريم فرقه بتدخل نصف النهائي، يعني مرتاح اكتر، مباراه واحده عقلانية. صح، خلينا نبقى في عقلانيه شويه. صح. يعني انت بتتكلم على الدوري البرازيلي، وانت بتتكلم على فريق القيمة التسويقية بتاعته حوالي داخل في 182 مليون يورو. حلو. القيمة التسويقية بتاعت النادي الأهلي 31 مليون يورو. فأنا بكلمك، بص الفرق قد إيه. هو بس يمكن زي ما أنت قلت، إحنا النادي الأهلي دائما حتى لو بيلعب ريال مدريد فإحنا مطالب إنه يكسب. صح. إحنا ما بنحبش نخسر ولا بنحب إن إحنا نعمل اداء غير عادي. النادي الاهلي سفير كبير لمصر في الدول في البطولات الخارجيه، فعلشان كده النادي الاهلي حتى لو هيلعب اي فرقه جمهوره عايزه يكسب. ولكن بال 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 بالمشاكل اللي حصلت قبل البطوله دي، النادي الاهلي كويس انه عمل كده. يعني النادي الاهلي شرف الكره العربيه. بكلمك على 12 لعيب غايب. انت لما محمد صلاح بيغيب على ليفربول، ليفربول ما بياخدش. فان دايك غاب على ليفربول، دع منه دوري ودع منه كاس اوروبا وما كانش هيدخل البطوله الاوروبيه. صحيح. واي اثنين لعيبه بيغيبوا عن اي تيم كبير في العالم بيتاثروا، ما بالك انت كل لعيبه المنتخب غايبه عنك، 6-7 لعيبه، 4 اصابات، وولاد صغيرين كانوا بيلعبوا وناس ما كانش بتلعب كتير. لا، النادي الاهلي عمل اداء كويس. فعلا طموح الناس زادت لما كسبنا المباراه الاولانيه،
ولكن النادي الاهلي بيلعب باي حد، ما بيلعبش باي حد، حتى لو راح بالناشئين فمطالب انه يكسب. مظبوط. هي دي ثقافته، يعني ثقافه النادي الاهلي. مظبوط. الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.